هادية، ما بيحلى لجرجر الكراسي إلا وأنا نايمة. صباح الخير ماما. صباح النور ماما. يلا غسلي وشك وحطي حواضر لأفطر أنا وياكي. ماما هلأ ليش بتحبي تعزلي كل يوم والتاني؟ هلأ هذا اسمه تعزيل؟ أنا عم مسح الأرض ونفض الغبرة بس. أي ضروري يعني؟ ولك بنتي أنت شو دخلك بالموضوع؟ حدا طلب منك شيء؟ لا بس ما بحب في ولاء البيت مكركب. لك بنتي الله أمر بالنظافة، شو مكركب وما مكركب؟ يعني نحن وسخين؟ أي من في حدا غيري وغيرك بهالبيت؟ ولو كان بيلحقنا النمل والحشرات. طيب امي انت ليه؟ ولك بنتي انت ليش بتحب الاخذ والعطاء؟ قلت لك روحي اسحبي الشراشف وحطيهم بالغساله خلصيني. ايه ما قلتي لي حط فطور؟ ايه ما اختلفنا، اسحبي الشراشف وحطي الفطور، صعبه الشغله يعني؟ يا الله شو هذا الواحد بفيه من الصبح على الشغل؟ ولك خلصيني بلا بربره. انه ايمتى بدك تبطلي لي عاده هالسهر لانصاف الليالي؟ عم تسلى بدي شو في وراي يعني؟ الدنيا صيف وما بدي فوت نام بكير. ايه مزبوط، بس التلفزيون بينزع العيون والاخلاق كمان. ليش فكرك على شو عم تفرج؟ شو بيعرفني؟ انا بفوت بنام بكير وبترك هالريموت كنترول بايدك وبتقلبي على كيفك. لا تخافي ما عم بتفرج على شي مو منيح. والاغاني الاجنبيه اللي عم تشوفيها؟ ايه شو بهالاغاني كمان؟ يخرب بيتهم هنن والاغاني اللي عم يسووها، ولي على قامتهم شو ما بيستحوا، كلها تشليط وقلة حياة. ايه مزبوط، بس انا بقلب على محطة تانية بمجرد ما تطلع غنية مايعة. معلش ماما، انا بدي شفر كل المحطات وحط لها رقم سري. ماما شو تشفريها؟ معلوم بدي شفرها. وليش بدك تحطي لها رقم سري؟ لتحضريها لحالك ما؟ ورصاص يخلع رقبتك، انا ما بشوف هيك شغلات، فهمتي؟ ماما ليش هيك عم تعامليني كأني عدوتك؟ يا ماما، انت ما بصير تشوفي هيك شغلات، لساتك صغيرة. رفقاتي كلهم بيشوفوا الاغاني والافلام الاجنبيه وكليبات مادونا وحنان المرعبي، يعني بدك اياني يكون قدامهم مثل قطرش بالزفه؟ اصلا ما عم ينزعلك اخلاقك الا رفقاتك. مشتيه يا ماما شوفك حامله شي كتاب من هالروايات العالميه اللي بتسلي. والله يا ماما القراءه مفيده. يا ربي يا الله ليش ترد علينا امهاتنا؟ يعني ما كان بيصير تخلينا نختار امهاتنا اللي بيفهموا علينا؟ اهلا ومرحبا. ممكن ندخل؟ اهلا وسهلا تفضلي. اهلين. تفضل. هي امي استلم. وصل ولا يهمك. اهلين بالليدي. ليش زعلانه؟ تفضلي على الورشه، هلا بينفضوكي برفق الا ما يلتقالك راغب. تفضلي. بخاطرك خالي. مع السلامه يا بنتي، قلبي معك.
فوتي فوتي معلش فوتي، خدي راحتك تجولي، المعرض كبير. بيكسل بيكسل 50% 50% occasion. مرحبا. أهلين. أنا اخترتك لحتى تكوني أمي، ما بعرف ليش بس قلبي لهفلك. وأنا كمان. تفضلي ماما حتى نروح على البيت. أمرك حبيبتي، ميرسي لاختيارك إلي. بيكسل اطلعي ماما. بيكسل أوكازيون أوكازيون. سلاريتا كالاماري سلاريتا كالاماري. معرض الأمهات سريتا كرماري سريتا كرماري. بيكسل 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 أوكازيون أوكازيون أوكازيون. تفضلي ماما. يسلموا إيديكي ماما. لك شو هذا حاطيلي فيها شلموني حمرا مثل تبع الأولاد الصغار؟ أنا روح قلبي جامايكا وقد ما شربت منها ما بشبع. صحتين على قلبك ماما. قومي صبي لك شي كاسة وتعي نشرب أنا وياكي سوا. معلش ربي أنت أمي، أنا ما بدي مالي مرق فيها، بس ياريت تخففي لنا هالتدخين شوي. مش صحتي مو هيك؟ لا بس خنقتينا بالريحة. أنا بحب السيجارة كتير وهي بالحقيقة نقطة ضعفي. يخرب بيتها شو طيبة. أنا روح قلبي الدخان من أنا وصغيرة، من وقت ما كان عمري 14 سنة كنت أسرق الدخان من باكيت أمي وفوت على التواليت دخنه، وكانت أمي تصرخ علي وتقلي شو عصيتي بتواليت، وأنا قلا يلا يلا رح أخلص. أنا كان قصدي أني رح خلص الباكيت كله. ومن كتر شراهتي للدخان صفروا أظافيري. أي خرب بيتها شو لذيذة، وخاصة بعد أكلة زفر. بس بيقولوا كل سيجارة بدخنها المرق بتقصر العمر. بلا مرق بلا أرق. إيه ستي الله يرحمها صار عمرها 95 سنة، ولما توفيت كانت عم تدخن لك بالزور بالزور لحتى مرصوا السيجارة من بين أصابيعها من كتر ما كانت عاصة عليها. خدي لك شفطة ماما، ما في حدا غريب، أنا أمي. بلالي إياها تسلميلي. إيه مو مشكلة لكان، قومي جيبيلي شوية تلج لأنهم هدول دابوا. حاضر ماما، بس مطولة بالسهرة يعني، صارت الساعة 2:30 وجفوني طبقوا من النعاس. إيه لسه بكير، قاعدين عم نطق عنك أنا وياكي. بس راسي عم يجعني وبلش أصبح حتى يصحى راسك، قومي شعلينا هالتلفزيون وقلبينا على هالدش، لأنه قالوا اليوم بدهم يحطوا فيلمين كتير حلوين. شو هنن؟ الأولاني رعب، هذا اللي بياكلوا فيه الوحوش وربط الأعضاء تبع البني آدمين. وليه؟ عم قلك حلو كتير ماما، في سسبنس. والتاني؟ كمان رعب بس غير نغم. ها شو اسمه؟ عويل في المشرحة. وصلت شايفته للفيلم مرتين، وهذا بيحكي عن شخص طيب فجأة بيصحى بيلاقي حاله ملقح بين الميتين بالمشرحة. خلاص ماما خلاص، ما بقدر نام بالليل بعدين. أصبح نعم ماما. ايه شو ما خلصتي لبس؟ بلا ماما خلصت. شو ها؟ شو هاللبس اللي لابستي؟ شو بو لبسي؟ روحي روحي غيري لي اياه، لسه عنا شغل كتير قبل ما يجوا الضيوف. يلا. يعني شو بدي البس؟ البسي لك فستان من فساتيني اصغر ما في يوم بيجي قياسك. ايه ماما بس فساتينك ما بتناسب عمري. لا تجادليني باللبس.
بدك تلبسي على مرائي انا مو على مرائي. بعدين شو هاد؟ شو هالمكياج البايخ اللي عملتي لي اياه؟ مكياج بناتي بيناسب عمري. لا هذا اسمه علاك مصدي. انا اصلا من بكره كنت ناوي اخذك اعمل لك تاتو وكونتور. انا؟ ايه انت اذا كان انا. بس انا صغيره على هالشغلات. قال صغيره قال المسخ يمسخي. يلا اعملي اللي قلت لك عليه. حاضر ماما. وينك رؤى؟ حطي لي صحون سكاير وموالح قبل ما يجوا الضيوف. ها اجوا الضيوف. ثلاث أرجيل معسل وواحدة عجمي مشان عبي نافوخي وحطي لي غنية الأطفال. تكرم عينك ماما. إيه ستي شو بتحبوا تلعبوا اليوم؟ كون كان ولا طرنيب ولا تريكس؟ لأن المرة الماضية وقت لعبتوني تريكس حملتوني الختيار الكبر، بس هالمرة ما رح خليكم تغلبوني، مشان هيك رح لعبكم كون كان. أنا بالكون كان شاطرة. شو هالحظ اللي إلي؟ أنا اليوم الحظ مجافيني. وما عم تركب معي، يعني لو خلينا الصبي يركبها ما كان احسن؟ اذا ركبها الصبي بصير بده اجره ايده، ليش حتى يسمح لك جذبه؟ طيب مجدرتي مو هيك؟ صرنا جمعه عم ناكل مجدره. اوفر لك بنتي، اوفر. مانك شايفتيني شلون عم اكل؟ لونه لونه، حتى جيت اكل يا تنجان. لك امي ليش عم تحط الصحن تحت الكرسي؟ مالي مروح. طيب مو شايفتيني واقفه قدامك؟ كنت اخذته انا على المطبخ. خلصي ولا تعرضيني بكلامي يا جدبي. على فكرة هلا بدك تطلعي على سقيفة تدوري لي على شحاطتي المخرمة. اجلي لي اياها لبكره، جاي لعندي رفيقتي ميرامار. وإذا كان يعني؟ هي اجت ميرامار وأنا بعدني بهالمنظر المبهدل. شوفي خالي قبل السلام والكلام بدك تساعدي رؤى وتجيبولي شحاطي المخرمة من عسقيفة. ايه على عيني خالي. ساعدة شو علي؟ امي والله بكره بجيب لك اياها، خليني هلا اقعد مع رفيقتي ميرامار. ما بقدر لك حوبة، رجلي طالع فيها بسمار والشحاطة المخرمة بتريحني. لا ولا يهمك رؤى بساعدك شو علي؟ مشان الله لا تواخذيني. انتي بس هدي لي السلم مشان ما يوقع فيني. شو صار معك؟ لقيتيها؟ ايه لقيتها. اصبح خليكي لك حوبة لا تنزلي. ليش؟ اسمك طلعتي وطلعتي، شوفيني شو دحشه انا اغراض على سقيفه حاكم نسيت.
شو هالكويات قريضة تقرضك شو نايطة. ماما شو نايطة؟ ليش انت المنيحة ما بتبين معك؟ أنا منيحة يبعت لك ده؟ من على بكرة وأنا عم بفعي أمي، جليت وطبخت وكنست ومسحت وضبيت الخزاين وخيطت لك منطوقي المفتوح وبيت كل الكنادر، شو بدك أكثر من هيك يعني؟ اي والله نقصم ظهري نصين من الوقفة على دام رجلي. هذا واجبك يبليكي بقتلي. بس هذا ما بينكوى معي، بده كوى. ها؟ ليش الكوى بيكويهن ببلاش؟ ما أحلاني يدافع على الكوى، وعندي بنت طول الحورة، إذا مالت على الحيط بتهده. طيب خلي هذا الفستان لبكرة، قسما بالله هذا ظلم. لا تتنتوري بوشي ولا لا تتنتوري، بدك تشتغلي مثل الحمارة، صيفية لساتها بأولها، بقى خليكي آدمية ومنتين ساكت أحسن لك. ها؟ وليش بقى؟ أنا مالي بني آدم؟ إذا كنتي بني آدم تسمعي كلمتي وبتخرسي وبتسدي حلقك. وين المجدرة؟ نعيما ماما، حلوين شعراتي؟ قديش دفعتي عندي الكوفير؟ 800 ليرة. 800 ليرة؟ يخرب بيتك شو مبزرة؟ لسه مبارح شاريت لك شامبو ب 250 ليرة. ايه كتر خيرك ماما، بس هو اخذ 800 ليرة لانه صبغ لي شعري وعمل لي اياه هايلايت. يعني ما كان بامكانك تحشي راسك بالحنة بالبيت؟ طول عمرك كنت احشي راسي بايدي هدول. شو احشي ما احشي؟ في موديلات دارجة ولازم. موديلات دارجة؟ ادرجك ضريب يخلع رقبتك. انا بورجيك يا دبي، والله لا اصل لك شعرك على الصفر حتى تبطلي تقولي موديلات دارجة وبطيخ المسمه. ماما شو بدك تعملي؟ شو بدي اعمل؟ انا بورجيك شو بدي اعمل. شو صار لك؟ والله ماني مخليه شعرك ما بدي اعمله. والله لا تحكي وش ما بنذبك. والله الحماره، والله ما مخليه شعرك وش كيف راسك. والله الحماره، انا بورجيك. والله لا تحكي وش ما لا تركيني. لا تخافي يا حبيبتي، لا تخافي، انا معك، انا معك.